رغم ان قاره افريقيا تعد الاقل انبعاثا للغازات الدفيئه المسببه للتغير المناخي الا انها الاكثر تضررا من تداعياته السلبيه وكعادتها تحمل مصر على عاتقها عبء الدفاع عن القاره السمراء حيث تسعى خلال قمه المناخ بشرم الشيخ لدعم مسار العمل المناخي في افريقيا بما يسهم في تحقيق الاهداف التنمويه والمناخيه يبدو ان الدول الافريقيه ستجد ضالتها في مؤتمر المناخ كوب 27 او هكذا يجب ان يكون الامر فالقاره السمراء التي يسكنها 17% من سكان هذا الكوكب تساهم بنسبه 3% فقط من انبعاثات الكربون ورغم ذلك فهي القاره الاكثر تضررا من اثار الانبعاثات التي تؤثر بشكل سلبي على المناخ ما ادى الى تعرض القاره لكوارث طبيعيه مثل الفيضانات التي حدثت في جنوب افريقيا والعواصف الاستوائيه والاعاصير التي دمرت مدغشقر وموزمبيق وزيمبابوي وملاوي وحاله الجفاف القياسيه في القرن الافريقي من اجل هذا وانطلاقا من مسؤوليتها حملت مصر على عاتقها عبء الدفاع عن القاره السمراء حيث ستسعى القاهره خلال المؤتمر لدعم مسار العمل المناخي في افريقيا بما يسهم في تحقيق الاهداف التنمويه والمناخيه المرجوه من خلال التركيز على عدد من المشروعات المحتمله التي من شانها ان تسهم في معالجه الازمه مثل تحالف افريقيا للهيدروجين الاخضر بين مصر وموريتانيا وناميبيا وكينيا وجنوب افريقيا بالاضافه الى نشاطات اخرى تسعى اليها مصر خلال المؤتمر كاتاحه التمويل وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدوليه في مجال تغير المناخ بالاضافه الى تبني نهج شامل لتحقيق التنميه المستدامه بما يمكن دول القاره من مواجهه اثار الازمات الاقتصاديه المختلفه وتخفيف العبء عن الافارقه خاصه في الدول التي عانت من التصحر والجفاف الناجم في مجمله من اثار الانبعاثات الحراريه مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقه والامن الغذائي والانتقال الى اقتصاد دائري ومع تزايد حده تداعيات التغيرات المناخيه والآثار السلبيه للاحتباس الحراري على افريقيا، ستسعى دول القاره من خلال المؤتمر لإلزام الدول الغنيه والتي تساهم بنسبه اكبر في الانبعاثات الكربونيه، ستسعى لإلزامها بالوفاء بتعهداتها بدفع التمويل اللازم لمساعده القاره على التكيف مع آثار التغيرات المناخيه، حيث وعدت تلك الدول في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الناميه والفقيره بحلول 2020 الامر الذي لم يحدث حتي الان ليزداد الامر سوءا باعلان تلك الدول عدم قدرتها علي الوفاء بتقديم هذا المبلغ حتي 2023 وتعد أزمة الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه القارة، حيث يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار في هذا المجال، ما يدعو الدول الغنية للمساهمة بشكل فعال في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا.